روح الآيات. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فإن أولى ما تنفق فيه الأوقات وتصرف فيه الأنفاس والدقائق والساعات العلم الشرعي، لا سيما ما يتعلق بالوحيين الكتاب والسنة، كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي من قرأه كأنما يخاطب الرحمن، والسنة التي هي الوحي الثاني، قال الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلى المسلمين عموما العناية والاهتمام بهذين الوحيين. يا طالبا للعلم في دنياك، بشراك فيما ترتجي بشراك. العلم نور الله في دنيا الورى، وبه تكون مقدما بخطاك. والناس تفخر في أمور معاشها، وحملت ميراث الهدى فهداك. ورسولنا وصى بمن طلب الهدى، قد بارك الرحمن في مسعاك. الناس ترضي بعضها، لكنما رب الأنام بعلمه أرضاك. يا طالبا للعلم قد حزت المنى، بالعلم صانك خالقي وحماك. وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.